السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مركز دي جانغون للطب الصيني بالجزائر العاصمة. سنتطرق اليوم إلى أحد الدورات التي يقدمها المركز، وهي دورة الإبر الصينية للمستوى الأول. في هذه الدورة سنتعلم معا عن كثب فلسفة الطب الصيني التقليدي، وسندرس نبذة تاريخية عن تاريخ الطب الصيني التقليدي، وأيضا سندرس مبادئ الطب الصيني التقليدي، ونتطرق إلى نظريات الطب الصيني التقليدي الأربعة الأساسية، وهي نظرية الين واليانغ، ونظرية الأعضاء الباطنية، ونظرية العناصر الخمسة، ونظرية الطابع. هذه النظرية التي لها أهمية كبيرة في الطب الصيني، وهي نظرية الطابع الحيوية ونظرية تشي، سنرى من خلالها أشكال الطابع وتحولاتها ووظائفها في جسم الإنسان. ثم ندرس علم القياس في الطب الصيني، والذي من شأنه أن يساعد المتدرب على التحديد الدقيق لنقاط الوخز بالإبر الصينية. ثم سندرس مسارات الأعضاء الاثنى عشر والمسارات الزوجية للأعضاء الباطنية، وندخل إلى نقاط التوازن التي من شأنها أن تعيد توازن الين واليانغ في جسم الإنسان وفي الأعضاء الباطنية. من خلال هذه الدورة بالمستوى الأول للإبر الصينية، سيتعلم المتدرب تطبيق الوخز بالإبر الصينية خلال أيام الدورة، ومنه يخرج المتدرب بطريقة علاج لأزيد من 200 مرض معروفة في الطب الصيني الباطني. إلى ذلك الحين، مرحبا بكم في مركز دي جانغون للطب الصيني التقليدي، ومرحبا بكم في المستوى الأول للإبر الصينية.